نايس. alright so مرحبا شباب الريبلز، معكم هيم مكوك. اليوم جاكم فيديو جديد من كلاش رويال. اليوم الريبلز راح نفرجيكم افضل ثلاث استراتيجيات صار تقريبا موسمين عم بلعب فيهم. في استراتيجيتين بتعرفوها على الاغلب، ولكن في استراتيجيه تحت الظلال معلم بلعب فيها الساعه 3 الفجر. في ناس بتتابعني ولكن عددها كثير قليل. الاستراتيجية الأولى أخذتها من سيارة آل، كثير صراحة خرافية، ما فيها أي ليجندري، والإبك اللي فيها بس واحد. وصلنا فيها البارح رفعت فيها 300 كاس 7000 أتوقع عالمي. يا راح أوصف أنا برفع شوي شوي، مش كثير مستعجل لأنه السيزون مطول 13 يوم. الاستراتيجية الثانية أنا بلعب فيها اللي هي جاينت كلون، جانس كريتن كلون. واخر استراتيجيه راح فرجيكم اياها اللي هي هوج بالون مع وزارد. الاستراتيجيه هاي من ريبلت على الاغلب لها كثير كاونترات، ولكن بس لعبها قبل خصمك اول مره راح اشوف استراتيجيه زي هيك، فما راح يعرف كيف يلعب فيها ضدك. فاليوم راح نلعب مش باللادر ولا بالتحدي، اليوم لاول مره اليوم انتبهت، اللي هو لحد الان ما فرجتكم ولا اي فيديو لإلي عم بلعب فيها بالدولز او بالباتل داخل الكلان وورز. سو قبل ما نبلش الريبلز ما تنسونا من اللايك، اذا جيت على القناه تنسوا سبسكرايب. سبسكرايب لهيمو. خلينا نفوت على اول جيم لإلنا. الكلان وورز صراحه مبارياته صعبه. يب يب يب، مباريات تاعته كثير صعبه. على الاغلب اول مباراه بتكون ضد خصمك، بيكون اكثر صديقهم عم بيلعب بيعرف يلعب فيها، وفي كثير ناس بتفضل استراتيجيات السايكل، فلذلك راح اختار استراتيجية الهوج بالون. راح نلعب فيها اول اشي ونفاجئ فيها الخصم، راح نوتر باللعب. سو جود لك اند كاسة قهوة. ليتس سي مان، ليتس سي. اتوقع راح نجاب فينا العيد، غير انه النت بيعلق. هذا عم بيلعب يا هذا عم بيلعب اكسر جولم. ما معي لا دقيقة، ما بعرف اذا بيلعب اكسر جولم ولا لا. اوكي يا بيلعب اكسر جولم. اوكي راح نترك لو يضغط انه ياخذ ضربة اذا بده، ولكن في معاه اوه وات ذا هيل از ذات مان. اوكي كاونتر بوش من هاي الجهة، في معاه صجيت غريب يا اخوان. يا صار جد غريبة، اخذنا ضربتين. ما اعرف اذا معه بالون ولا لا. رح نعمل هيك. في مع الهيل، الهيلر مرة ثانية. اوه طيب، استراتيجية صراحة قوية، ولكن مش قوية. نور احمد، اول مرة بلعب هيك استراتيجيات. اتوقع اكسر جولم يعني باللي عمله هسا، بس مش متأكد 100%. اوكي استزنخ بالموضوع، في معه بيبي دراجون، في معه كمان اعصار. ففي معه بيبي دراجون، في معه اعصار. اوكي راح اتأنى باللعب تبعنا، ممكن معه اوكي خلي لها دايش. يا اوكي اسال الهوج راح ياخذ دمج كثير منيح. تمام يا لانه ما معه كثير، لعب اليسار لعب كثير غلط. هونا مندافع بالباندد، بعدين بنعمل كاونتر بوش اي ثينك. اوكي يا بدي اخلي هاي عايشه شويه. بليز تعملي داش بليز. اوكي حلو، لا تكسر عليهم. وهنا نلعب زاب، ما في له داعي ولكن انا راح العبه انيويز. نيكيد بالون، ما راح اكثر بالهجوم. جولم وات. اوكي ما راح اخليه كمل هجمته تبعته. اوكي شباب حلو، لعب كثير كثير تمام. اللعب الاصابة ام دي لعب الاصابة هسا راح استنى انا البيبي دراجون. يا اوكي قتلناه، قتلنا الماسك البتاع. اوكي سكوتر ار ما في له داعي بالمره، ولكن فزنا. استراتيجيه غريبه، اتوقع هو بالعمده اللعب فيها، لانه يمكن هاي استراتيجيه الرابعه يمكن اللعب فيها، لانه ما حدا بيلعب هيلر مع جولم. هو مين؟
بهاي الاستراتيجية ما فرجاني فيها سبلات كثير، لذلك ما راح ألعب السباركي، راح ألعب بهاي الاستراتيجية. أوكي، هاي الاستراتيجية اللي هي زان سكيلتون كلون. أنا بعت له جود لك، بس ما لعب ولا سبل باللعبة هاي، فبالتالي صح إلا الإعصار أسا، لأنه أنا بلعب كلون الإعصار مش بإيده، فأدفانتج خرافي لإلنا، بس ضايل يعني ضايل معك كثير سبلات، ما ولا إشي لاعب. أوكي، فاير بول طلعت من إيده. رح نلعب هيك. أوكي ممكن لعب جاي سكوت من ورا. أوكي، لعب واحد اثنين ثلاثة. أوكي، لعب علقت صح إخوان، مش عارف شو ما أختي اللي صارت تعلق زي هيك. هذا ضرب يا زلمة. كنت راح استنسخ باليسار، ولكن الحمد لله ما استنسختش، لانه كان راح يكون غلط فادح. بس هو ما مع ارضي، مع جو على الاغلب، في مع ميجا منيون. صح، مع الكوزرد ناسي انا. اوكي سو راح نعمل هيك. خذ كمان ضربه بليز. اوكي، خذ ضربه على البرج. تمام تمام تمام، اللعب لحد الان كثير جميل لإلنا. راح يفقع شو معك سبل عليه، مع سبلين جاينت سنو بول وفاير بول وثلاثة وأربعة، وفي عندي خمسة. خمس لعب، ستة صح. طيب اتوقع اجت الرام رايدر لايده مرة ثانية. يا طيب راح خليه ياخذ شوية شوف دمج علي اجباري يعني. طيب اخذ ضرب من اش داعي، في مع باتس صح، قلت ما انسى الباتس انا. ميجا نايت حبيت. اوكي توقعت يلعب اكتروزرد. اصلا ناس الماينر كمان. اوكي لعب جميل كثير من شوية. تمام تمام صراحة كثير سيء. يا كثير سيء اللعب. شيت مان. تمام. لعب الكترو ويزارد. اوكي طقطق. لعب الكترو ويزارد، فبالتالي ممكن لعب السباركي هسه. راح نلعب السباركي اخر جيم لنا ديم اخوان. لعب صعب، قلت لكم هاي صراحه افضل مباريات انا هسه، لانهم يعني جد بعطيكم حقها. طبعا بالسورجي هاي مش ماكس، يعني السباركي في 12. تمام، مش كثير، ما اتوقع كثير تاثر علي، بس انه الكترو ويزارد طلع من ايده، الزاب بعده بايده، الاعصار بعده بايده. اوكي لا صرت طلع من ايد الاعصار اتوقع. مش عارف، الرام رايدر، يا الله اسنخ الرام رايدر، ما طلع كل جو من ايدي. تمام ما راح العبش كثير كمان زي هيك. اوكي خليه ياخذ ضربتين. اوكي مان تمام. سو هو ما مع فاير بول، فلذلك ما راح اخاف كثير على الالكترو دراجونز تبعوني. واو او مان لا لا يا الله يا سلام يا الله. طيب ماشي، سباركي بايدي هسه، العب مره ثانيه خلينا ناخذ شكل اللعب. اذا ما لعبت الهيل سبيريت، اذا ما لعبته والله لعبت الهيل سبيريت.
إذا بعيد المشكلة. افقع. أيوه هيك. تمام. عشان الكلون نخلي معنا هاي. أيوه. أيوه هيك بدي إياك. ملع ملع. إذا لعب جنس كتن بلعب الفيربول على هاي ماشي. حبيت الحركة اللي عملها ماشي. اوكي في معاه اسمع مع مشكلة في معاه املا بس الدين اهلك راح البر صح اي هيت ماي سيلف محظوظ بالماتش هاي كاونتر خل اوكي غلبنا اخ يا ربي على القرف حرام ما معيش كثير ارضي انا بس هي هاي سايكل سريع ما معي شيء عيقل طبعا anyways الصاجية الرابعة هي صاجية احمر الصاجية الرابعة راح العب فيها هسا اللي هي قدامكم طبعا هاي مش الصاجية الاصلية ولكن ما فيها بطاقات ضايلة لان عشان العب فيها هاي الصاجية اللي هي 6 من سبليت بوش تمام هاي بيجي معها بيجي معها فاير بول ما بيجي معها هذا البويزون بيجي معها الكترود الكسر درا هذول الدراجون صرفتوهم غلطنا من حرق غلط وقع يا اوكي خلينا نعمل هيك هون هاي هون كمان كثير لعبنا صح الباس منهم مش داعي طبعا هاي صار زي ما حكينا لكم ما فيها فاير بول فيها فاير بول ما فيها بويزن فيها الكترود دراجونز مش الكترود دراجونز هذول شو اسمهم سكيتون دراجونز ما فيها بابي دراجون ما فيها باتس فيها هيل سبيريت اوكي تعتمد على السبليت بوش من جهتين تمام اوكي اتوقع ضيله لنا باللعبه هاي ممكن ما بعرف اشتكي صراحه 100% خلينا نشوف حسب الهجمه هاي ممكن نعمل سبليت بوش بالرويال ريكروتس اذا لعب السكرتن دراجونز لعب عليهم بويزون بضل في عنا عائق صغير اللي هو الماسكي اصلا ممكن يلعب هنا بويزون ماشي هو اصلا ممكن غبي اذا ما لعب بويزون اوكي وهو ممكن غبي تحكي اذا ما لعب بويزون سو ناخذ شوية فاليو اوكي حلو الهيلر مش راح تطول يعني هي قاعد عندي سو جميل البربيرينز الاغرب كلياتهم راح يموتوا اوكي في مع بويزون اذا حاب يهجم علي يعمل كونتر بوش لعب دقو من وراه ونلعب هاي هون تاخرنا فيها صح يا بعرف والله بعرف اخذ ضربتين انا من بعد خساره خسرتها اتنكد اوكي لا لا بويزن اوه اقول غلط الحركة هاي هو اوكي اخترنا الماسك يجون الجهة الثانية لانه ضرب الزاب ماشي يا هو غلط بالحركة هذيك لانه ضرب الزاب ولعب كمان الهيل سبيرت الهيلر سوري حرام كنت حاول صراحة افوز صجيات صراحة كثير قوية ولكن زي ما حكينا لكم الكلان وورز صعب شوية
يعني كنت ألعب معه. أوكي، أول استراتيجية صراحة كان بلعب استراتيجية كثير غبية. ثاني مباراة صراحة كانتر كثير قوي للكلون تبعي. وثالث مباراة مش نص معه صراحة، ثالث مباراة كمان هو كان كانتر ليلي. anyways اليوم حاب افرجيكم هاي الاستراتيجية راح العب فيها باللاد، اخذتها من السي ار ال. حكينا لكم امبارح انه مر ريبلدز شو نعمل لادر ولا سي ار ال نعلق عليه، ما حدا رد، تبا لكم. عشان هيك احط بالكومنتات بتكون علق على مباراة سي ار ال ولا نلعب لادر عشان اجهز الفيديو الجاي. اوكي، سو جود لك، كاسة قهوة ونشوف شو وضعه لكيفن. كيفن ما راح يلعب، عم سبليت مسكيتون دراجونز. هاي هي الفيرجن الاصلية اللي انا كنت عم بلعب فيها هسا حاليا، فزت فيها ما غيرت كثير فيها، بس هي هاي الاصلية. تمام، انا لعبت كل الجو اللي بايدي للاسف، ففي معي فاير بول اذا صار ما صار يعني لا سمح الله. سباركي اوكي. ماشي، بس اللي مني بك اللعبة حلو نوعا ما. اوكي، ضرب الزا وضربنا الهيل سبيريت. طلع دم شيء انا عم باخذ عليه هسه حاليا، لانه في اربع رايو ريكروت صراحه من جهه اليمين وطنشهم. جي جيز. طبعا اخذت شوي باللعب، ليش؟ كان بدي سبارك تمرق عن البرج، عن الجسر، اذا ظلت جهته ممكن يضايقني باللعب. ف يعني هذا هو افضل لعب صراحه ممكن تعمله، تخلي السبارك تمشي، ما تخليها ورا جسره. حبيت اللي صار، كثير حبيت صراحة، كثير كثير كثير. بس صراحة ما راح تثمر هجمته يعني، اتوقع يا لأنه يعني عم بلعب كثير هو. اوكي. وماتش صح؟ والله أعرف. او ماي جاد، هاي من الخوف. يلا بسيطة. وال تسلم صح؟ يا دفاع رهيب صح؟ دفاع خرافي، طلع ولا عمل شيء حرام. الصجية الحلو فيها بدك تعمل دبل لين بريشر، ما راح تقدر لان في مع الرويال ريكروتس الماسك كمان كثير قوية مع السكلتون دراجونز، وسكلها سريع يعني عادي بقدر ارجع لهم مره ثانيه بسرعه. شباب الريفلز، اتمنى انكم استمتعتوا في الفيديو. صراحه اليوم كان تعيس نوعا ما، خسرنا مرتين وفزنا ثلاث مباريات. فزنا ثلاث مباريات اوكي، يعني لحد الان نصر لإلي اوكي. ولكن كنت حاب يعني اعمل فليكسنج عليكم اوكي، انه انا يعني اللعيب واللي بخسرش، ولكن صار جد قويه. ولكن هذاك عن حظه، انا بحاول اقرا دائما انه شو لعب وشو ضل عنده عشان اعرف اعمل له كاونتر، ولكن صراحة هو فاز علي بهالمرحلة. شباب الريبلز، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، اذا عجبكم تسلموا لي اللايك، اذا جاء القناة تسلموا سبسكرايب.